مرة سنتحدث عن التقويم، أنواع التقويم وتعريفه من الناحية الطبية، ومتى علينا أو يحتم علينا الفحص واللجوء بالفعل إلى التقويم. تفاصيل كثيرة ضمن هذا الموضوع سنتحدث حولها مع الدكتور عمار جيجاوي، طبيب الأسنان والمتخصص تحديدا في مجال التقويم. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيك أستاذ إسراء. حيا الله. يعني بداية دكتور، دعنا نعرف المشاهدين، يمكن الناس عارفة شو هو شكل التقويم بشكل عام، لكن من الناحية الطبية ما هو التقويم؟ نعم، هلا نحن عندنا التموضع الطبيعي والطريقه الصحيحه والطبيعيه والمثاليه لتموضع الاسنان والفك. مجرد انه يصير فيها اشكال، هون العلاج التقويمي بيكون الهدف تبعه لحتى نحن نرجع للتموضع الصحيح والطريقه الصحيحه. نعم نعم، في تموضع الفكين، في تموضع الاسنان بما يؤثر على الوظيفه من حيث الكلام، من حيث النظافه الذاتيه تبعيه الاسنان، ومن حيث المظهر الخارجي للوجه. نعم، هاي كلها بتتأثر. طيب خلينا نشرح أكثر في موضوع تموضع الفكين، يعني الطبيعي وغير الطبيعي، يمكن كثير من الناس ما بتفرق أصلا بهذه التفاصيل. نعم، قدام وقت نمر على صورة الأشعة. نعم، ممكن أنه نحن نوضح لهم حتى بالتفصيل نتعش. بالنسبة للوجه تموضع الفك العلوي وتموضع الفك السفلي. ممكن نستعرض الصورة الآن، لدينا صورة نستعرضها. ها؟ نعم، هون التموضع الطبيعي بالنسبة للفك كيف بيكون بالنسبة للوجه، بالنسبة للعظام الوجه. طبعا نحن بنشوف حدود الأنسجة الرخوي مبينة عنا خفيفة، والعظام بشكل واضح. الفك العلوي بيكون بطبيعته متقدم قليلا عن الفك السفلي بالنسبة للعظم ما فوق الأنف. نعم. طيب فيما يخص تموضع هذا التموضع الطبيعي، الغير طبيعي ممكن نشوف يمكن في صورة تانية. نعم، توضح تموضع غير طبيعي. مثلا هذا تموضع غير طبيعي. نعم، عندنا هون الفك السفلي بنلاقيه متقدم على الفك العلوي، والفك العلوي يعني اصغر من حجمه المعتاد. نعم، ومرات ممكن يكون العكس ولا لا؟ صحيح. 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 طيب هلا يمكن كثير من الناس بتفكر انه مساله تموضع الفكين هي مساله وراثيه، لكن فعليا في عوامل وراثيه وعوامل صحيح. مكتسبه تؤثر على شكل الفكين. صحيح. خلينا نفصل فيهم اكثر. تماما، جدا مهم. العوامل الوراثيه احيانا قد يرث الطفل الفك الصغير من جهه والاسنان الكبيره من جهه، فيحدث عنده ازدحام. نعم، احيانا العكس، يرث الفك الكبير من جهه والأسنان صغيرة من جهة، فتحدث عنده فراغات كبيرة بين الأسنان. نعم، يعني الوراثي تلعب عامل ودور كبير، لكن كمان الجزء المكتسب كثير مهم جدا في موضوع الوقاية. الوقاية من العلاج التقويمي، الوقاية من الجراحة، قد تصل إلى مرحلة وقاية من الجراحة التقويمية. جميل. نعم، بدءا من الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية بتأثر، لأنه الرضاعة الطبيعية غير الرضاعة الصناعية. الرضاعة الطبيعية بيبذل الطفل مجهود لحتى يحصل على الحليب، هذا المجهود بيكون في ضغط من اللسان باتجاه نعم. الفك العلوي، بيساعد على اتساع الفك العلوي بالطريقة الصحيحة. بينما بالعكس الرضاعة الصناعية يحصل على الحليب بسهولة، ما بيكون في هذا الضغط، بالتالي بصير عندنا الفك العلوي مانو متوسع الاتساع الكافي، بسبب عندنا مشاكل بالمستقبل. نعم، إذا يعني هاي واحدة من العوامل المكتسبة اللي ممكن تؤثر على تموضع الفكين، شو في عوامل أخرى؟ نعم، طريقة البلع، عندنا نحن طريقتين بلع، طريقة بلع الرضع وطريقة بلع البالغي. نعم، عادة هي بشكل أوتوماتيك الإنسان لا شعوريا تتطور معه. طريقة بلع الرضع هو إنه وقت بده يبلع بيدفع بلسانه للأمام بين أسنانه العلوية والسفلية لحتى يضل عم يرضع ويضل عم يبلع بنفس الوقت. نعم، بينما طريقة بلع البالغين لا، بيرفع لسانه لسقف الحلق، لسقف الحلق تبعه وبيبلع. الطريقة هي الصحيحة بتساعد بزيادة بالتطور بالنسبة للفك العلوي. الطريقة تبعية الرضع في حال استمرارها لأكثر من الوقت تبع الرضاعة بتبلش تعمل لي مشاكل الأسنان الأمامية العلوية والسفلية، بصير عنا باي بروتروجن. أه. بسبب أنه اللسان باستمرار عم يدفع. نعم، فصحيح أنه الأسنان بالعظم، لكن يتحرك العظم، يتفاعل مع حركتنا، ممكن أنه يتغير شكله مع الوقت. صحيح. طب صحيح. فيما يخص يعني بما أنه حضرتك عم تربط بين هذه الأسباب وآلية الوقاية، يعني هل علينا أنه نتدرب على طريقة بلع معينة لحتى نحافظ على تموضع الأسنان الطبيعي؟ نعم، هلأ في حال إذا كان البلع الإنسان وهو عم يبلع لاحظ أنه عم بدق بأسنانه السفلية، يروح عند طبيب تقويم
ليدربه على طريقة البلع صحيح، لأنه هي ممكن تسبب له بعدين يعني مشاكل بتموضع الأسنان الأمامية العلوية والسفلية. يعني كتير بيستغرب أنه أنا عمري 20 أنا عمري 30 وبلشت تطلع لي فراغات بين الأسنان، هي واحدة من الأسباب، في أسباب تانية كتير، هي واحدة من الأسباب. نعم، طيب بما أنه حضرتك بتحكي عن مسألة الكشف، شو هي المؤشرات اللي ممكن الشخص يعني منذ البداية لو بدأ أنه يشاهدها على نفسه أو حتى أهله بدأوا يلاحظوها على الطفل تشير أنه لابد من الذهاب إلى طبيب متخصص بالتقويم؟ يعني عادة تراكب الأسنان فوق بعضها، الأسنان أنه تطلع الأسنان اللبنية ويطلع وراها سن، مبدأ يطلع وراها سن، هي مباشرة المفروض يروح على طبيب تقويم. نعم. للأسف في معتقدات خاطئة عم بتعيق عملية العلاج، عم بتأخر عملية العلاج، عم تخلي بعض المرضى يضطر أنه يصير بده جراحة تقويمية لحتى هو يعالج المشكلة، بينما هي كان إذا هو بطفولته بينحل الموضوع بجهاز ببعض التعاون والإشراف من الأهل ونحل الموضوع. يعني من أحد الشغلات اللي بالصغر المفروض ينتبهوا عليها بعد السنتين عادة مص الأصبع، هي كمان بتأثر بموضوع طريقة تكون الفكين، بتأثر بالفكين، كذلك التنفس الفموي بيأثر بالفكين، يعني التنفس الفموي بيأثر بالفكين والفكين بيأثروا فيه. يعني تأثير متبادل. تأثير متبادل، يعني في عندي مرضى أنا قالوا لهم إنه أنتوا لازم تشيلوا الناميات، قلت لهم استنوا جربوا، البعض منهم رجع تنفسه من الأنف بشكل مريح. ليش؟ لأنه توسيع الفك العلوي هو عبارة عن توسيع المجارة التنفسية في الأنف، فقد تحل مشكلة التنفس للأنف بمجرد توسيع الفك العلوي. نعم. وفي أبحاث كثيرة علمية موجودة مثبتة على هذا الموضوع. جميل، يعني في كثير من الأمور اللي ممكن تقينا من الوصول لمرحلة الجراحة التقويمية. صحيح. نعم. صحيح. طيب إحنا يمكن في عنا كمان صور، يعني هذه تساهم بالتعرف على التشخيص أكثر. نعم. هلا مثلا أهمية التشخيص المبكر. نعم. أنا هاي حالة إجتني الشكل الطبيعي للأسنان عادة بيكون الأسنان السفلية محاطة بالأسنان العلوية. نعم. بينما بهالحالة بتشوفوا العكس. الأشعة كمان السابقة اللي كانت موجودة هي لنفس الحالة. الحالة راحت، مرت على كذا أخصائي، لكن للأسف الشديد قالوا لأنه أنت محتاج جراحة. نعم. إجتني الموضوع أنه ما بتحتاج جراحة. فعلا في حالات تحتاج جراحة ولا تحل إلا بالجراحة، لكن هاي الحالة كانت لا تحتاج جراحة، كل ما تحتاجه كانت أنه توسيع بالفك العلوي. نعم. وسحبه للأمام، والحمد لله رب العالمين. إذا بتشوفي كمان الصورة اللي بعدها. طب عفوا، عملية توسيع الفك العلوي وسحبه إلى الأمام بتصير من غير جراحة؟ بتصير من غير جراحة هلأ حاليا بتقنيات حديثة، من زمان ما كان يصير هذا للأطفال. هلأ حاليا صار من الممكن أنه شو التقنية اللي تستخدم لتوسيع الفك؟ بنحط زريعات بالفك العلوي، بعظام الفك العلوي، ومنثبتها مع جهاز. هذا الجهاز منعلم المريض على طريقة تفعيل، بطريقة التفعيل هي بيعمل توسيع تدريجي. هذا التوسيع التدريجي بوسع للفكين كعظام وكأسنان. جميل. وبعدين نرجع بنسحبه إلى الخارج عن طريق استخدام القناع الوجهي. مثلا هاي الحالة. نعم. نشوف الصورة اللي بعدها كمان. الصورة اللي بعدها الحالة كانت هيك قبل العلاج. نعم. طبعا اللي كانوا يشوفوها هيك ويشوفوا أسنان رأسا يقولوا له جراحة، من دون ما يشوفوا الأشعة بطريقة أكاديمية. الأشعة إلى طريقة أكاديمية لدراسة الزوايا تبعيتها. نعم. من الطريقة الأكاديمية بنعرف وين حد الجراحة، وين حد أنه نحن ممكن معالجتها بدون جراحة. حلو، نشوف الصورة اللي بعدها كيف صار ال وهي بعدها لنفس المريضة، الفرق واضح عندكم. هي طبعا نحن هون بنشوف أثر حالة الأسنان على الوجه، فيعني بيأثر على الوجه طبعا. طبعا الصحة التقويمية بتأثر على الجسم كله. نعم. شو تأثيراتها ممكن تكون؟ يعني بسبب أنه في مشكلة بالفكين، شو التأثيرات اللي ممكن تكون موجودة طبعاً على الجسد؟ هذا عن الموضوع النفسي. نعم. لأنه هذا بيتراوح بين شغلات كثيرة وله تفاصيل كثيرة. الإنسان وقت يتنفس من فمه بصير عنده حالة نقص أكسجين بالجسم كله. فهاي الحالة ضرورية أنها تعالج. أول شيء بروح براجع عن طبيب أنف أذن حنجرة. نعم. بيفهم منه إذا ممكن حالته تتعالج بالأدوية. في شغلات ممكن أنه كمان بالأدوية تتعالج قبل ما توصل لجراحة، كذلك من ناحية موضوع الأنف. نعم. إيه، فيروح يراجع عن طبيب، نحل الموضوع، نحل قال له جراحة، يراجع عن طبيب تقويم، لأنه ممكن أنه يستغنى عن الجراحة بهذا العلاج وممكن لا. جميل. فنحن
يعني النقطة أنه نحن قدر الإمكان نبعد عن الحاجة للجراحة. نعم. أما إذا وصلنا إلى طريق مسدود فوقتها الجراحة يعني رح نحكي عن هاي الحالات. لكن أيضا فيما يخص يعني يوجد أنواع فعليا للتقويم دكتور. صحيح. التقويم الشفاف وغير صحيح. الشفاف صحيح. خبرنا أكثر عنهم. نعم، التقويم الشفاف والتقويم المعدني. التقويم المعدني بداية التقويم وكل علم التقويم والعلاج فيه من زمن جدا بعيد بلش. نعم. التقويم الشفاف حديثا بلش من شركة الانفيزالاين الأمريكية. هي عبارة عن الشركة اللي بلشت واشترت الاختراع تبع القوالب الشفافي، العلاج بالقوالب الشفافي. العلاج بالقوالب الشفافي بلش فعليا من سنة 98 وظل الاختراع محتكر على شركة الانفيزالاين حتى 2018. بعد هيك انفتح الاختراع لكل الشركات، فلذلك صرنا شايفين عدد كبير من شركات التقويم الشفاف عم تتنافس فيما بينها لحتى تقدم الخدمة، لأنه الاختراع صار متاح، ولا كان بالبداية فقط لشركة الانفيزالاين. وهل بالفعل ذا جدوى؟ يعني إلى الآن في ناس ما بتعترف فيه، بتعترف في التقويم المعدني فقط. أنا صراحة مبلومة يعني. ليش؟ لأنه في بعض الأخصائيين، هو شو صار التقويم الشفاف وقت بلش ببدايته كان في ضعف بالقوالب والمادة المصنعة للقوالب، فما كان عم يعطينا النتائج للحالات الصعبة. لكن الآن مع التطور، هاي الشركة شغالة 20 سنة عم بتطور بحالها. وبعد هيك الشركات كلها اللي اجوا كمان عم بينافسوا، كمان كلهم شغالين على هذا الموضوع. قوة التقويم الشفاف والقوالب والمواد اللي صاروا يصنعوا منها صارت تعطينا النتائج اللي احنا بدنا اياها. احيانا استخدام زريعات، احيانا استخدام امور تاني. حلو. بالاضافة للتقويم الشفاف. لكن حاليا بقدر اقول لك انه التقويم الشفاف صار يعالج كل ما يعالجه التقويم المعدني. كل الحالات. كل الحالات. بالعكس هو افضل. صحيح انه كلفته مرتفعه. نعم. لكنه هو افضل. ليش افضل؟ لانه انظف. انظف يعني التقويم المعدني عندنا نحن حاصرات المثبته على الاسنان. نعم. التنظيف حواليها، هي حواليها كلها مناطق لتجمع الطعام. نعم. طبعا هي اذا وضعت بالطريقه الصحيحه وانشال اللاصق الزائد. لا، في بعض الأحيان اللاصق الزائد بيكون بقيان، بيزيد بتجمع الطعام، بيسبب مشاكل بالتصبغ. نعم. يعني في بعض حالات التقويم للأسف الشديد، للأسف الشديد إذا ما انتبه الطبيب على طول الفترة بالتنبيه ورا المريض على موضوع النظافة ومتابعته، ممكن أنه وقت يشلوا الحاصرات يلاقي كل محلات تسوسات، يعني مربعات تسوسات. بالضبط. يعني هو مسكين جاي بسنانه سليمة بيطلع بسنانه مسوسة. نعم. ولذلك يعني هي شغلة من النقاط اللي جدا مهمة المريض ينتبه لها. نعم. وطبيب التقويم ينتبه لها، موضوع متابعة النظافة. طيب فيما يخص موضوع متابعة نظافة التقويم، خبرنا عن الآلية الصحيحة لتنظيف التقويم المعدني. نعم. تحديدا التقويم المعدني اللي هو الصعب عندنا نحن الفرشاي العادية الطبيعية. يعني عادة بشكل عام لأغلب المرضى القساوي المتوسطة بننصح فيها. وفي فرشاي خاصة بتجي مع التقويم. نعم. الفراشة تبعيتها بتكون طويلة مخروطية ونحيفة بحيث أنه تدخل بين الأسلاك وبين الأسنان. هي بتساعدنا بالتنظيف، بتساعد بالتنظيف حوالين الحاصرات. نعم. مهم جدا أنه كل مريض يقتنيها جدا. جميل. كل مريض مركب تقويم معدني طبعا. نعم. طيب فيما يخص يعني مدة وضع التقويم، هل تعتمد مثلا على حسب الحالة بشكل أو بآخر؟ يعني أعطينا رينج فعليا للمدة. صحيح. مدة وضع التقويم. صحيح، تعتمد على الحالة، تعتمد على العمر، تعتمد على المريض إذا الوضع الصحي تبعه بالعظم، تعتمد على أشكال جذور الأسنان. ولذلك المرضى تبعوتي أنا وقت يطلبوا تقدير لوقت العلاج بقول لهم لازم الأشعة أولا لحتى أعطيكم تقدير وقت العلاج، لأنه شكل الجذور جدا بيفرق. مثلا بالنسبة لجذور الأسنان، الشكل تبع الجذور إذا كان بشكل معين بتكون الأسنان أكثر عرضة لامتصاص الجذور. إذا كان في قوة زائدة بالتقويم زائدة عن اللزوم. نعم. استعجال زيادة بيسبب عنا امتصاص الجذور، بيشعر المريض بالألم وبيبلش عملية امتصاص الجذور. المصيبة وقت المريض ما يكون عارفان انه هذا الشيء مو طبيعي. يكون متوقع انه انا طبيعي اتألم مثل هاي المريضة اللي اجت لعندي. نعم. العيادي بيّن معنا نحن امتصاص الجذور بالأسنان العلوية الأمامية والأسنان السفلية الأمامية بشكل واضح. للأسف يعني الرباعيات عندها العلوية ممكن انه هاي المريضة تفقدها.
ليش؟ لأنه للأسف كانت عم تشعر بألم، كانت عم تخبره للدكتور أنه أنا عم بشعر بألم، بقول له طبيعي. لو أنه فقط يعني أخذ صورة بانوراما مبكرة كان شاف الامتصاص ببدايته انتبه. هذا الألم كانت تشعر فيه أثناء وضع التقويم، أثناء فكان وضع يحكي التقويم. لها أنه طبيعي بالضبط. يعني نحن طبيعي، أنا عندي المرضى بيشعروا بألم أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، نعم. مع تغيير الأسلاك، هي عادة الأسلاك وقت تغير بتزيد القوة على الأسنان بشكل تدريجي. نعم. فأول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم طبيعي جدا أنه يشعر المرضى بهذا الشيء. لكن المصيبة وقت يكون الموضوع ألم لدرجة ألم، مو فقط عدم ارتياح، صورة أشعة يعني الموضوع سهل، ممكن أنها هي تحافظ على أسنان المريض. بهي الحالة كيف ممكن تتعاملوا لما يصير في امتصاص للجذور؟ على حسب نسبة امتصاص الجذور، لما يوصل أكثر من 50% مثل ما نشافين بالرباعيات، يعني هذا السن إذا ثابت الحمد لله، بس راح نخبره للمريض أنه السن هذا ما راح يظل ثابت، يحب أنه هو يظل يعني استبدله. يظل حتى بعدين يركب زرعة، ولا من الأساس يركب زرعة على حسب ظروفه والخطة تبعيته واحتياجه، ممكن يكون عنده سفر، ممكن 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 شغلات كثيرة. نعم، يعني كلامك دكتور بدل أنه التقويم في حال لم يجرى عن طبيب متخصص بالفعل، صحيح، وما كان في متابعة دورية، ممكن يكون تأثيره سلبي، صحيح، بدل من أنه يكون إيجابي ويحل المشكلة. مزبوط، ممكن للأسف الشديد أنه يكون إضاعة للوقت عند المريض، هو عم يستنى سنة وسنتين وثلاثة وما في نتيجة، إضاعة للمال، نعم، وإضاعة للصحة ببعض الحالات. نعم، طيب يعني إحنا ركزنا في البداية عن مسألة أهمية الوقاية وعدم الوصول لمرحلة الجراحة التقويمية، لكن فعليا شو هي الحالات اللي خلص لابد أنه توصل لمرحلة الجراحة التقويمية؟ يعني هي حالات جدا نادرة اللي بصير فيها تدخل مبكر، يعني من 7 سنين بروح وبشوف طبيب التقويم وبقول له إن الطبيب أنه هو والله نحن بدنا نوسع مثلا الفك العلوي، والله نحن بدنا نشجع الفك السفلي لحتى يتقدم للأمام أكثر. يعني وقت يكون في مشكلة بنمو الفك، يعني الفك ما عم ينمو مثلا، هي واحدة من الحالات اللي نحن محتاجين أنه فعلا جراحة. وعادة هالحالات من قبل 7 سنين، من 4 سنين 5 سنين ببلشوا الأهل يلاحظوا، يعني بثقافتهم اللي هني لنفترض أنه ما عندهم أي خلفية عن التقويم، بهالثقافة بهالفكر ببلشوا يلاحظوا الفرق، يعني بيكون الفرق جدا واضح وكبير. المصيبة عنا أنه بقولوا لهم لا، لحتى سن 18 لحتى 12 سنة، 12 سنة عنا في الأغلب في المجمل المرضى بيكون وقف النمو تبع الفكين، بالتالي أنا ما عاد أقدر استغل النمو لحتى أعدله مشي بالطريقة الصحيحة. يعني يفضل قبل 12 سنة في حال تم اكتشاف الحالة أنه قبل 12 سنة وضع التقويم، من 7 سنين يفضل استشارة الطبيب التقويم. يعني أغلب استشارية التقويم ما عندهم مشكلة أنه أنت تجي وتروح، المعاينة مجانية رح تكون. نعم. النقطة أنه فقط نحن بدنا نوقيك من شغلي بالأمام، الجراحة رح تكون مو بس مكلفة، مو بس مؤلمة، مزعجة، في خطورة وقت نحن ندخل موضوع التخدير والتخدير. نعم. العام، فيعني هذا كله ممكن أنه جزء كبير منه 80% منه فوق 80% وقايته بالتدخل المبكر. نعم، لكن دكتور في كتير من الناس أصلا بتعمل التقويم وهي كبيرة، يعني بتبدأ تعالج المشاكل، مشاكل الفكين الموجودة عندها، بس شو الفرق بيكون بين التدخل المبكر والتدخل المتأخر؟ نعم. في العلاج بالتقويم. نعم، نحن حكينا قبل هيك ذكرنا أنه حركة الأسنان في العظم، الأسنان تتحرك على حسب القوة المبذولة عليها. الحركة هي تعتمد بشكل أساسي على عمر المريض وصحته العامة وصحة العظم عنده. نعم. كلما تقدم المريض بالعمر بتصير هاي الحركة لكن ببطء أكثر، بده صبر أكثر، بده وقت علاج أكثر، وإلا بندخل بامتصاص جذور. نفس الموضوع، امتصاص جذور ومضاعفات أخرى. نعم. فالتدخل المبكر دائما نستفيد من ناحية العظم أنه نحن نوجه نمو العظم باتجاه معين. نعم. وحتى حركة الأسنان داخل العظم بتكون أسهل بالنسبة للعمر الصغير. نعم. طيب دكتور خلينا نأكد يعني أخيرا في هذا اللقاء عن بعض النصائح اللي ممكن تقي الناس من الوصول لمرحلة التقويم، يعني ممكن في حال كان في بعض المشاكل عندهم أنه في حال اتبعوا هذه النصائح بتعيد تموضع الفكين بطريقة صحيحة. صحيح. هلا في عنا عادات كثيره، في يعني ممكن عند الانسان يكون عادات كثيره تاثر بشكل كبير. نعم. على تموضع الفكين وعلى الاسنان، يعني عاده مص الاصبع يعني احنا ما اعطيناها لسه
قدره. عاده مص الاصبع جدا بتاثر نعم. على الاسنان العلويه والسفليه، واذا كانت من عمر مبكر ومستمره معه، ويعني مثلا 6 ساعات باليوم بعض الاطفال، هي بتاثر حتى على تكون الفك تبعه. فك العلوي بيكون ضيق نتيجه لفتح تمه المستمر، لانه حاطط اصبعته في منه هو نايم. ففكه السفلي كمان مفتوح، كمان بتاثر له على نمو الفك السفلي. فبصير عنده شيء بنسميه نحن عضه مفتوحه، اوبن بايت. عضه مفتوحه انه هو عم يسكر اسنانه بالاخير، لكن اسنانه من الامام ما عم تطبع على بعض. هي وحده من اكثر الشغلات اللي نحن مواجهها نتيجه لعاده مص الاصبع. فمثلا عاده تقديم الفك، مثلا احيانا بيكون في مشكله بالاسنان، بحاول المريض انه هو يخبيها. واحدة من الطرق انه بيقدم فك السفلي. تقديم الفك السفلي اذا ضل باستمرار قد يعمل تعود عند الفك انه يضل بهذا الوضع الى الامام، ويعمل عنده موضوع، يعني ممكن الموضوع ما يكون بحاجه الى جراحه، يصير باتجاه الجراحه. العادات جدا بتلعب دور. نعم. بموضوع عنا من الصغار، من موضوع رضاعه مثل ما قلنا، لموضوع عادات مص الاصبع. الكشف المبكر كثير بيساعد. طريقه البلع جدا مهمه، هي العاده نعم. نحن بنقوم فيها باستمرار، اللعاب باستمرار عم يفرز من الغدد اللعابيه، فعنا نحن بلع باستمرار، ولسان عضلي قويه، هالقوه كلها هي بتاثر على الاسنان. نعم. نعم. ف يعني هي من العادات المهمه جدا انه نحن ننتبه عليها، لانه بتاثر، ومنعها بسيط، مجرد تدريبات معينه بيعطيها طبيب التقويم للمريض. نعم. ممكن انه هو يخلصوا من هاي القصة. تقي من مسألة التقويم ومسألة الجراحة التقويمية. صحيح. يعني من المهم جدا مشاهدينا أنه دكتور تقويم فعليا عم بيعطيكم مجموعة من النصائح التي يعني تساعد بعدم الوصول أصلا لمرحلة التقويم، إلا طبعا في الحالات الصعبة والمتقدمة جدا. شكرا جزيلا طبيب الأسنان الدكتور عمار جيجاوي على كل هذه المعلومات القيمة. أستاذ إسراء، الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.